اليوم اصدقائي، ان شاء الله تكونوا بالي بخير. اليوم الفيديو رهيب جدا. سرى شنو اليوم؟ اللي بيجاوب على السؤال الصحيح يوقع وين؟ بالمسبح. او خشب. سرى اليوم راح يوقع بالمسبح. اليوم ايش راح اسوي بيكم اليوم؟ اللي يخسر يا جماعه واللي يجاوب على السؤال الغلط وين يوقع؟ بالمسبح. اذا تتخيلون ايش راح يصير بينا اليوم؟ راح اكيد اجاباتي كلها صح. مليار بالمية. عشوائية. مثل ما قالت مريم، راح تكون عشوائية. اللي يخسر يوقع بالمسبح، واللي يفوز يربح. هاي يا رب. السرطين ياهن من هسه. لا، اللي يفوز اللي يخسرها إيه؟ هو ياخذ كل هاي الفلوس. كل هاي الفلوس سرى. ابوس ايدك الي ذني، وبعدين دينيني لو نصهم دينيني ياهن. ابوس. سرى اللي يخسر ايش قلنا بالمسبح؟ جاهزين؟ واحد اثنين ثلاثة. بدون مي. اللي ما يجاوب صح يوقع بالقاع. راح اجيب لك مي واغرقكم اليوم، انتظروني. وانا راح اغرقكم اليوم، قلت لو ما قلت. علي خاف وراح يخسف جيل. هاي ما كفت، لازم نجيب بعد اثنين لو ثلاثه حتى نسوي زين، يصير بمي هوايه شويه. تمام؟ احنا قاعدين بمكان ما يسمح لنا نملي المسبح كليته، لان مو زين على البيت، واصلا يعني ما يصير بين قوسين انه نملي المسبح كليته، فلازم راح املي فقط هذين الاثنين ويكفي انه احنا نكون قد التحدي ونكمله. اوكي يلا بلش. متسابق ويانا واول مشترك ويانا هي مريم. شنو مريم علي حبيبتي؟ مريم السؤال الاول لازم تجاوبين بسرعه. سرعه اعطيها اغنيه. علي يقول خلف الله على قلبي. شنو وراها؟ شنو وراها؟ خلف على قلبي ما يخلينا عوفك ايه؟ اليوم ما اشوفك. هاي حافظتها سرى. غير تطيها واحدة قوية، غير تطيها واحدة قوية. سرى هسه اجى الدور السراوي، قوم انزلي لي. حافظتها كلها احسن من المطرب حافظتها. يلا انطيني حيوان بحرف الخاء. حيوانين. حي واحد اثنين ثلاث. ما وقعت زين مريم، ما وقعت زين. قومي قوم، ما وقعت زين. قومي سرى، قوم تعالي يمي، اوقف هنا. الغش ما تشعوفي من ادب بداية. اقعد هنا، اقعد هنا، غمض عيونك. اليوم راح انتقم منك انتقام مو طبيعي، مو طبيعي اليوم. عصية خسرتي. اي والله خسرتي. هسه اجى الدور لا اللي لا المريم المريم لا شي جاهزاني، كل شي جاهزاني اليوم. يلا علي اعطيني تاريخ خطوبتنا وبيا سنه. واحد 18 شهر ثلاثه شهر الثامن 2018 خمسه. شنو بيا تاريخ؟ يلا ناسي تاريخ خطوبتنا. يا تاريخ يا 2018 ولك 2017 25 3. قادر اقولها بس نسيت. نسيت. شعور بالمسبح مو طبيعي. المي دفيته شويه، صار في الشيء كلش باقي. مريم جيتي. يلا جدل المتسابق البطل اللي عبر البحار واجانا حتى يسبح بالمسبح هذا. سرعة حبيبتي شكو؟ انت عضلاته قوية وذكية. عافية ذكية. يلا ما بسرعة اعطيني حيوان بحرف التاء. واحد اثنين تاء. ثعلب. ثعلب. خلاص ولا قال لك لك حب الثعلب. تمساح. تشاكه. تسمع يا كيف؟ لا 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 لا. هل امك شو سليها؟ ما هي عاصمة الهند؟ عاصمة الهند. عاصمة واحد مندلوهي. مندلوهي منو؟ اثنين ثلاثة خمسة. تدري ايش اسمها؟ انا اقول لك واحد اثنين ثلاثة. والله ما وقعت زين. والله وقعت. هاي شنو ثاني ما بسوها لي هاي؟ اريد نغرقك، اريد نغرقك اليوم. عاصمة الهند شنو اسمها؟ مندلوهي. هاي مندلوهي من هاي صايرة. شو اسمها؟ وانا ما اعرفها.
سؤال كلش حلو. شنو أكلة مريم المفضلة؟ كوصي. واحد. كوصي. دولمة. دولمة. برياني. برياني غلط. تعال تعال. غلط كوصي والله. وقعتوني علي يا جماعة. مشلب ما يريد يوقع مشلب وقعتوني. يا والله إذا رادت تنجرح والله العظيم. أنت مو تحبين. أنت مو تحبين برياني. أنت مو تحبين القوزي. أنا أحب البرياني. شذابة تحبين الدولمة وتحبين القوزي. البرياني ده بس أمك اللي بتخصني قصتني أدري بتجيني بخصني. الابني يقرا فول بنت الحماس مالتها تقول اليوم ولا أخسر. الله يخليك مريم راح تغرقينا سرعة. انطيها السؤال أنت اسأليها اسأليها. يقول جماد بحرف الثاء. ثاء. واحد. ثعلبة. ثعلبة. ثلاجة. يلا مريم 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 الحلوة مريم مريم الزينة مريم مريم الشطرة مريم مريم كافي ابوس. ايش بيكم يا معودين سرا. اجت دور طبعا بنتك قاعد تغش والاسئله سهله وبعد ماكو اسئله سهله. قومي انزلي 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 يلا. لا راح اسالها لامك واعطيك اغنيه ولازم تجاوبين على الاغنيه واذا ما جاوبت تكملين الاغنيه. الاغنيه تقول بس 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 بس, بس. واحد اثنين وبعد ثلاثه اربعه بس بس وتعال نشوفها كش خمسة. تعال يمي تعال وقف يمي منوع وقف سرعة. اسمعي ايه حتى مريم ما تقبل سرعة. اسمعيني يلا كملها انت الاغنية من ورا ما كمل التحدي. واحد اثنين ثلاثة اروح اي الاغنية تقول بس 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 مو عاد ما حافظها. يلا مع السلامة. لا 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 السؤال ادورها. عافية تاريخ عيد ميلاد مريم 2018 شهر الثالث بس اليوم ما حافظه كلش. ها والله جابك فل. ايش عجب ايش عجب حافظ. لا 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 ايش عجب حافظ تاريخ عيد ميلاد بنتك. خلي حاسبك قبل لا اسوي وبحافظ عيد ميلاد زواجك ومحافظ. غمض عينك غمض عينك. إذا ما تفوت اليوم ما سمعني. إذا ما تفوت اليوم أنا حافظ عيد ميلاد فوق ما حافظ عيد ميلاد. أنا عاقبتك تدري ليش؟ لأن حافظ بس عيد ميلاد بتك ما حافظ لا عيد ميلادي ولا عيد زواجنا ولا خطوبتنا ولا أي شيء. حافظ بس أنا أغشم روحي. لا 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 ما حافظ. إيش زعلانة أبوس إيدك؟ تبللت هواي. اي والله ما تبللتي. اقعدي يمي اقعدي يمي بالقع هنا. اقعدي هنا يمي سرا. اسمعي هاي قدام بنتك وقدام المتابعين. انطيني 16 دول. اوه صعبه. لا ماري سرا اريدش انه انت تعددي لي دولتين بحرف بحرف الباء. واحد اثنين باء. لا حبيبتي هاي عواصم. دول دول دول. واحد باريس. اثنين باريس عاصمة. واحد اثنين ثلاثة. يعني أول بلد أول دولة هي بلجيكا نسيتيها وبيها أهلي نسيت وأهلك بيها وتنسيها. أنت شنو أنت؟ لا إذن أنت الصراحة ما تعرفين بالدول سرا. ما تعرفين بالدول. غمض عينك. عقاب إليك. تعالي جاي اقعدي بالمي. يلا اقعدي بالمي. هاتي المي هاتي المي هاتي المي لان ما تعرفين اسم الدول. اهلك قاعدين هناك وما تعرفين اسم الدول. يلا يلا تذكرت الاغنيه هسه. يلا تذكرتيها قلب قلب. اعطيها الجيتار مريم. اعزفي اعزفي يلا اعزفي. لا تغيب اكثر حبيبي سيمار. امشي خلينا نهزم صوتك مو حلو. امشي. التحدي الثاني اللي هو يقول اختبار الثقه. لازم اختبار الثقة. مثقين بي لك مثقين بي. انا سرا خلينا نسوي بمريم. مريم متثقين بي. اي انا انا يلا حبيبتي الزمي ايدك. ابوها عندها ثقة. عافية عافية بالسباعية. عافية ما اوقعك ما عافية. تريد توقع روحها والله ما. يا ربي انت عندك ثقة بي. ارجعي ارجعي لا تخافين سرا. الله لا مو فلتت ايدي الزحلقت والله ما عندي. لا لا
الله يخليك. إعادة الإعادة إفادة الإعادة إفادة اختبار الثقة. لا علي لا تسيب ظني. لا ما خيب ظنيك. عفوا ارجعي ارجعي على مهلك ارجعي ارجعي ارجعي. الزحلقة يدي يسرى عيديها مرة ثانية. لا 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 الله يخليك. ها مريم يا ثقة روحي يدي راحت. انا عفتك بايدي يوم ما هديتك بس انت خنتيني وهديتي ايدي. لا تكذب لا تكذب كما تدين تدان. التبديل بس باعوا لي جواريبي كمين. انت خي غشيتي انت غشيتي يا مبروك الفوز حبيبتي. وهاي ماتك الفلوس كليتين اليك واتمنى تطيني من عندن لو شويونه ورحم الله والديك. لا ايش بردنا اللجنه والله متنا من البرد وهم زين بدنا قبل لا نتمرض جاهزين. انا وصلنا نهايه الفيديو حطوا لنا لايك فجرون هذا الفيديو لايكات. شوفكم فيديو جديد لا تنسونا باللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس. شوفكم فيديو جديد مع السلامه.